بسم الله الرحمن الرحيم، أصلي وأسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. أولا السلام عليكم ورحمة الله الحضور الجميع. أولا أحيي الشيخ مزمل الفقيري وأحيي الشيخ أبو بكر آداب وجميع الإخوة وجميع الحضور تحية طيبة لحضورهم ولهذا الجهد في هذا يعني البرد. أولا لدي سؤال لفضيلة الشيخ. أولا أريد أن أوجه رسالة حارة، هي أننا نحب الإسلام، رسالة لهؤلاء التافهين. ورد ولا ما ورد؟ نحن نحب الإسلام، لا نريد علمانية ولا نريد شيوعية، نحن نحب الإسلام ونموت في الإسلام وأرواحنا فداء للإسلام. نحن جاهزون الآن أن نفتي بأرواحنا، هذا من أجل دين محمد صلى الله عليه وسلم. سؤالي أوجهه لفضيلة الشيخ جزاه الله خير وبارك الله في هذا الجهد العظيم. أولا السؤال الأول هو الولاء، يعني بعض الطلاب أريدك أن تحدثني يعني بسيطا عن الولاء. يعني بعض الطلاب يرى بعض الحرمات، يرى بعض التافهين يتحدثون في الدين يعني لا يقشعر له يعني شعر، فماذا تقول في هذا؟ يعني مثلا يشوف القراء يتكلم في الدين، يشوف ده مثلا زي الرشيد يعقوب هذا يعني يفعل ما يفعل وبيكون نفسه عادي كده، يعني بيسمع ده بجاء بيتكلم في يعني في الدين وبيكون عادي يعني وبيضحك وبيمر زي واحد. السؤال الثاني كذلك أنساني والله. السؤال الثاني هذا الشاب. السؤال الثاني فضيلة الشيخ جزاك الله خير، هو يعني أنا سمعت هذه المقولة أريدك أن يعني تؤكدها لي، أهي تابعة لعمر بن الخطاب أم لا؟ من أصهر لنا خيرا أمناه وأمناه، ومن أصهر لنا دون ذلك لم نأمنه ولم نؤمنه. وأريدك يعني أن توضح لي كيف يعني مثلا إنسان، هل هو إذا أصهر لي خيرا هل الخير الظاهري؟ حدثني في هذا جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بشكر الاخ ده شكري عظيم على كلمته اللي قدمها، مش عشان ثناؤه على اشخاصنا ابدا، ولكن عشان يعني حراره قلبه للدين وغيرته على الاسلام وتعبيره عن الحاجه اللي هو بيعيشها في نفسه لما يشوف الهجمه على الدين الاسلامي. وأنا أعتبر أنه أغلب الطلبة قد يكونوا دارين يقولوا نفس الكلام ده، فهو ده عبر عن ما في قلوبهم بلسانهم إن شاء الله تعالى وبلسان أي مسلم بيغار على دينه بيقرقر بغادي ذاك عامل بيستهتر ده. طبعا هو الكلام الزي ده بيحرقه جدا، أنا أوريكم، لأنه كلامنا نحن ما أصلا احنا شغالين في المنابر دي وبنكويهم من زمان، لكن كونه يجي زول من الناس العاديين ما عنده الماركة بتاعتنا دي ويقول نفس الكلام بتاعنا ويكون عنده غير على الدين، دي اللي بتأذاهم هم، دي اللي بتحرقهم. فأنا أقول لك عليك الله زيدهم تاني المرة الجاية من الشعر بيت، أكويهم تاني وخلف لهم الكي، لأنه الكلام ده اللي بيحرقهم كويس، زيدهم منه تاني عليك الله. أنت زعلان ليه يعني؟ انا ما في الزعلان ده في شنو؟ زول جا قال لك انا ديني ده ما برضى فيه وبموت عشان ديني انا، ده لك ما قالوا بيموت في العلمانيه، مش كنتوا بتموتوا فيها؟ طيب بالنسبه للولاء للدين وكون الانسان يدافع عن دينه ويغضب لما يشوف اي حاجه من حرمات ربنا بتنتهك أو يشوف أي حد بيستهزأ بالدين أو بيطعن في آية من آيات الله سبحانه وتعالى، دي علامة من علامات الإيمان وعلامة من علامات التقوى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك شنو؟ أضعف الإيمان. فمعناه الزول اللي بيغير قلاها بقلبه ده زول عنده إيمان،
أما الزول ما بيزعل لدينه ولأخلاقه ولعرضه، ده ما عنده إيمان، ده ما عنده إيمان. و العلمانيين يا اخوانا الايام دي لو بتلاحظوا دارين يكسروا العاطفه الدينيه وحب الاسلام بانه يلصقوا فيك تهمه انك كوز. اول ما تدافع عن الدين تقولون يا اخواننا ده دين وما بنرضى اي طعن في الدين ولا كلام بتاع علمانيين، يقول لك ايوه شايف ده كوز بالله. ونحن مسلمين قبال ما يجوا الكيزان، قبال ما الكويزان ده يجوا هنا وينادوا بالدين، الشعب السوداني ده كان كافر ولا كان مسلم؟ كنا مسلمين يا اهبل انت. نحن مسلمين قبال ما يجوا الكيزان، ونحن ما بتستفزنا بحركاتك دي عشان نجي بكره نقول لك لا لا والله نحن ذاته معاك في المدنيه وما دارين الدين. يا ود ما معاك في اي شيء، احنا في ديننا ده هنا ده ما معاك. والكيزان ده نحن مدورين دواس معاهم قبال ما انت ذاتك تعرف معارضة الكيزان، ولما انت كنت جوا مع الكيزان وقاعد معاهم حكومة الوفاق الوطني انت جوا ونحن اللي كنا برا، تحداك يا دو حزب ما شارك جوا، عارفين التاريخ منو اللي ما شارك معاهم؟ حزب الشيوعي؟ صديق يوسف العجوز اللشمط بتاعك ده ما كان عضو جوا حكومة الوفاق الوطني؟ كان ولا ما كان؟ غشوا علينا ايه بتلعبوا علينا نحن؟ حزب الأمة الأهل اللي بينادوا قالوا نحن، وطبعا الحكومة وعلمانية الدولة وحرية والتغيير. حزب الأمة كان وين؟ كانوا جوا الكيزان، شقوهم 14 حزب أمة كانوا جوا قاعدين معاهم. تجي انت الليلة بالتاجر، نحن الحمد لله كسلفيين يوم من الأيام ما كنا جزء من حكومة إطلاقا ولا يوم. انت مستهبل ولا شنو؟ ولا كان الدولة لا كلها ان جبتها لنا في ريكه هسه كلها شايله لنا، احنا ما دارينها، نحن ما دارينها اصلا، لانه نحن ما دعاة سياسه، نحن دعاة لدين الاسلام، بندافع عن ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تجي حكومه بتاعت كيزان نحن كلامنا يا هو كلامنا، تفوت تجي حكومه بتاعت غير الكيزان نحن كلامنا يا هو كلامنا. لكن انت اللي بتغير في كلامك، انت قبل اليوم نحن وقت كانوا الكيزان وكنا بنقول لكم الخروج على الحاكم ما بيجوز، كنت بطية تطنقعوا فينا هنا العلمانيين، خروج على الحاكم ما بيجوز؟ اسا الخروج كيف اسا؟ رايك فيه شنو؟ بيجوز ولا ما بيجوز؟ يا اخي ذيلك اكانوا طالعين في المظاهرات وبينادوا المظاهرات والثوره ثورتنا وثورتنا ما بنخليها، والشارع مش كان بيقولوا كده؟ وما في حد يمنع حريه التعبير. السدي قالوا دار يعملوا قانون للمظاهرات، تاني ما بيقدر يطلع مظاهرات. يا زول الكلام ده ما بيجي منك كده. نحن موقفنا يا هو موقفنا، لانه موقف شرعي ما مبني على مصلحه، موقف شرعي ما مبني على مصلحه. ونحن الكيزان دخلونا السجون، انت دخلوكم سجون ولا ذات النايرين نايرين اللي بيجوا دخلوك سجن؟ انت خشيت الثلاجه قبل كده؟ انت عارف الثلاجه؟ يا هد الله الله لا يدخلك يا اخي، الله لا يدخلك ليه، ما عارف حاجه انت. نحن ذا كلام ما بنقوله زمان، رغم الاذى اللي بيأذونا له، رغم الاذى اللي بيأذونا له ما جينا نقول كلام زي ده، ولا بنجي نفرج فيهم الناس لانه ما عندنا مصالح. نحن بنصبر، هذا الحي اسمه صبر. الائمه زمان، خلينا نحن الصغار ديل، الائمه ائمه الاسلام زمان ما كان بيأذوهم ويجلدوهم ويحاكموهم. الما سجنهم من الائمه الاربعه، الامام ابو حنيفه، الامام مالك، الامام الشافعي، ابن تيمية، أحمد بن حنبل جلدوه كم؟ ابن تيمية لحد ما مات في السجن مسجون 12 سنة، 12 سنة ماله؟ طلع كم معارضة؟ طلع ثورة؟ دار يسقط الحكومة؟ نحن كسلفيين عندنا تاريخ، وتاريخنا بيشهد بأنه نحن ما لوثنا أيدينا ولا ألسنتنا بأموال الناس ولا بدمائهم ولا بسياسة ولا بنكذب على الناس، بندعو في ديننا ده لكن ما بخلونا بعد ده. انت لاف في الليلة بوجه وبكرة بوجه ثاني ولف ودوران، فهمت؟ فشوف يا أخونا اللي اتكلم ده، دافع عن دينك وما تخاف الصك. أبقى نجيط أي زول قال كلام في دين الله باطل رد عليه ولا تجامل في الكلام ده، وربنا بعينك. شفت انت يومك التدافع عن دين ربنا، ربنا بعينك وما تشتغل بكلام المخزلين ديل. اثنين، قال القول بتاع عمر رضي الله عنه: من اظهر لنا خيرا
ظننا به الخير وإن كانت سريرته سيئة أو سريرته سيئة، ومن أظهر لنا سوءا ظننا به السوء وإن كانت سريرته شنو حسنة. كلام ده صحيح، وده التعامل الشرعي، إنك بتتعامل مع الإنسان بالظاهر، وما بتحاسب إنسان إلا بما قال أو بما ظهر منه، وإنت بتحسن به والظن على ظهره. بعد ذاك الزول لو قام ظهر له خلاف ما إنت كنت ظاني به، بعد ذاك بتعامله بخلاف ما إنت كنت شنو بتعامله به في الأول. ده المفهوم بتاع كلام عمر رضي الله عنه. أشكرك تاني على كلامك الطيب، وما ترجع لورا وما يجوك الجماعة بعد شوية يقول لك أها وشايفينك كده، ما في حاجة اسمها كيزان ولا كلام فارغ. دار تدافع عن دينك، تعرف على الباصة من الديك لهم، إحنا أبقى راجل خوش هنا ده أسف الديك لهم، هاك ربع الباصة بكم هاك، تعال هاك ليه، تعال خوش هاك مستهبل، ونوعك ده ما بيبقى راجل يجينا جوا هنا، ده الساحة دي ساحة الرجال. أما النسوان اللي بكور كان ده شكل الجارات بفوق الحيطة، مش عوزاته هي فلانة بفوق الحيطة، تبقى راجل خش جوا هنا، ده انت ما بتقدر عليه. السقط يا اخواننا سخن بين الليلة ذاته، نحن نلتقي ان شاء الله.